سناب الشرقية أقوى حساب للتغطيات اليومية، مطاعم ومقاهي، فنادق وشاليهات، معارض وفعاليات، عروض وخصومات. الآن بنشوف عروض العيد في معرض قمة الحلويات المشهور ببونتي في الدمام شارع أمير نايف مقابل توبتن. هذا المعرض ما شاء الله يعني دائما زحمة، لكن عندهم أسعار راح نشوفها إن شاء الله تعجبكم. فجهزوا الكابشر ونركز على أقل الأسعار في قمة الحلويات. عشاق القهوة كبسولات مالتيزر بعد الضريبة 26 ريال وربع، أما كبسولات دولشي بعد الضريبة 19 ريال و 43 حلالة. نجي الكيلو هنا عندنا شوكولات إيطالي الكيلو 30 ريال و40 هللة، أما الشوكولات التركي هنا على عرض كيلو كيلو مجانا، الكيلو 23 و10 هللات فيطلع لكم تقريبا 11.5 كيلو. أما سوريني سعره 30 ريال و40 هللة بعد الضريبة سواء النوع هذا أو النوع هذا. وهنا بعد كيلو كيلو مجانا كليرز 23 ريال و10 هللات، تاخذ كيلو والثاني مجانا يطلع الواحد تقييم 11 شوي. أما الماكنتوش 900 جرام سعره بعد الضريبة 32 ريال ونص. أما الماكنتوش 3 كيلو ب 84 ريال شامل الضريبة. حبة برا بثلاث ريال، هنا عندهم في قمة الحلويات بريال ونص. الكندر الحبة برا بثلاثة ونص، هنا الكرتون كامل
65 ريال وخمس هالات، كم حبة داخل؟ 30 حبة، يعني تقريبا تطلع بريالين وعشر هالات. وعندنا هنا ملكة 100 جرام، أول كانت بسبع ريال، الآن في قمة الحلويات على 3 ريال، نكهات متعددة. بيض الكندر هذا برا 3.5 ريال 4 ريال، هنا في قمة الحلويات بريال و95، هذا ترى تأخذونه بالحبة مو شرط كرتون. شوف هنا عندهم جميع انواع الحشوات في السطول جاهزة، حشوة كتكات، تراميسو، حشوة الهيل، حشوة الكراميل، الفستق، اللي يطلع على بالك. شوف هنا بعدها هذه كلها سطول حشوات، وهذه الحشوات جميع انواعها مع الاسعار كابشر سناب الجاي. عندهم جميع انواع اصابع البروتينات، جميع انواع جميع النكهات متوفرة عندهم. شوف هذه العلب الميني سواء زبدة بستاشيو او الفول السوداني، هاي ترى ينبسطون عليها الاصغار، تطلعون في الساندوتش. واسعارها كم اسعار هذه؟ 3 ريال الوحدة، ب3 ريال. اللي ما تلقاه في السوق تلقاه في قمة الحلويات. شوف هذا الكب كيك الامريكي مستوردينه خصيصا لكم، شوف الكرتون 36 75 هاي الأشياء من الضريبة. قهوة ماكسي والهاوس سعرها شامل الضريبة 17 ريال و85 هلة. للمعلومية أنا أشيك تاريخ أي منتج قبل ما أصوره، هذا القهوة هذا تاريخ انتهى، هذه دقيقة خلاص، أنا 12 ديسمبر 2019. شوف البوكسات هذه، هذه من شركة بند التركية، شركة متخصصة في بوكسات الشوكليت فقط، سواء يجي أدراج، سواء يجي حق بيبي، بنات أو أولاد، تجي على شكل كتاب، تجي على شكل ستاند، حتى البوكسات يعني راقية جدا. هنا القسم جميع انواع القهوة متوفرة، عربية، فرنسية، برازيلية، التركية، اللي يطلع عليكم، حتى الشواهي جميع انواعها متوفر. عندهم جميع انواع الشيبسات، هذه الشيبسات العمانية على 10.45 ريال هللة، 8.35 ريال هللة. طيب اللي يحبون الشيبس الكويتي اللي من شركة كيتكون ايس متوفر عندهم على 8.35 ريال، هذا شامل الضريبة. عندنا بعد هنا الشيبس بحريني 9.40 ريال هذا. الشيبس فونديس متوفر عندهم على 24.15 ريال هذا. كذا شفنا عروض العيد في معرض قمة الحلويات المشهور ببونتي في الدمام
شارع أمير نايف مقابل توب 10. أراكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير.